لأن فصائل عراقية هي التي استهدفت القاعدة الأمريكية بحسب هذه الأنباء هبة، فكيف تبدو التفاصيل إلى الآن لديك من قبل الإدارة الأمنية والسياسية في العراق؟ نعم يا حسني، أما بخصوص مثل ما أشرتي للإدارة العراقية الأمنية في العراق لا صرحت بأي بيان بخصوص هذه الاستهدافات الأخيرة على الحدود العراقية السورية، ويعني وخصوصا قاعدة تنف التي هي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها من قبل الفصائل العراقية، إنما هذا الاستهداف كان الاستهداف هو الأعنف من قبل الفصائل العراقية التي توعدت دائما ومرارا وتكرارا أنها ستستمر على هذا النهج لدك المعاقل الموجودة في جميع المنطقة وخصوصا على الحدود العراقية السورية بالقواعد الأمريكية وهي قاعدة تنف. كان أيضا في السابق كان هنالك استهدافات مستمرة على هذه القاعدة، الفصائل هي مستمرة بعد هذه الحوارات المستمرة وبدأ يعني المحادثات بين التحالف الدولي والحكومة العراقية بخصوص وجود انسحاب التحالف الدولي وأنها سوف توسع علاقاتها الثنائية في جميع الأصعدة وأنها متواجدة لحد هذه اللحظة التحالف الدولي لاستمرار يعني نهج التحالف الدولي وهو محاربة عصابات داعش الإرهابية الموجودة في الحدود العراقية السورية وكذلك حتى في الأراضي العراقية وفي ضواحي بغداد. فبذلك الفصائل هي تتبنى دائما هذه القواعد، ليست قاعدة تنف وإنما شدادي ركبان وأيضا قاعدة يعني حقل عمر في دير الزور وحسكة وجميع القواعد الموجودة في داخل وعمق الأراضي السورية المتواجدة فيها القوات الأمريكية. أما بخصوص الرئاسة رئيس الأمريكي الذي توعد بأنه سوف يحاسب كل المسؤولين بطريقة مناسبة وبالوقت الذي هو يختاره وبالأمور وبطريقة خاصة سيحاسب كل المسؤولين الذين يعني استهدفوا قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين وهم بلغ عددهم مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة العديد من الجنود الأمريكيين الموجودين هنالك في القواعد وخصوصا قاعدة إذن إلى هنا هذه التفاصيل أشكرك عليها، أشكرك على التفاصيل من بغداد طبعا هبة التميمي.